هذا الحديث مر معنا مرارا وتكرارا. فمن يذكر لنا الشاهد الذي من أجله ساق الإمام البخاري هذا الحديث؟ ما هو الشاهد الذي من أجله ساق الإمام البخاري هذا الحديث؟ تفضل. فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه. نعم، فأعطاني ثمنه بعدما وصل إلى المدينة. فهذا إن دل دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بن عبد الله البعير بالدين. طيب، على أي قسم؟ قلنا ذكرنا حالتين. على أي قسم أو على أي حالة من الحالتين ينطبق هذا الحديث؟ تفضل. ينطبق على الحالة الثانية. نعم، ينطبق على الحالة الثانية. المال موجود ومتوفر، لكنه في هذا المكان ليس موجودا. هو موجود أين؟ في المدينة. أو عندما نصل إلى المدينة تحصل القسمة، فإذا ينطبق على الحالة الثانية. وبالتالي عندما تشتري بضاعة ولم تدفع ثمنها فأنت من أهل الدين، ولا تقول والله مصاريها متوفرة، أنت من أهل الدين حتى تدفع ثمنها وحتى يدخل لذلك الرجل ثمنها إلى جيبه، حتى يدخل ثمنها إلى جيبه. لا تقول والله مصاريها متوفرة، لا يكفي، أنت من أهل الدين. والدين الأصل فيه أن يكون فقط وقت الحاجة، وإذا كان هناك وقت الحاجة فأبشر، فإن الله سيعينك على السدد، وإن الله معك.